لمعرفة رأي الشارع العراقي. سينضم معنا مهدي غريب مراسل بغداد، وأيضا أثير العبادي مراسلنا من البصرة. في البداية أبدأ معك أثير، يعني كيف تصف الشارع البصري حملات مكافحة الفساد في ظل إطلاق سراح المتهمين؟ تفضل. نعم زميلتي، تحية لك ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. يعني بداية اليوم سألت أحد الخبراء في مجال القانون هنا في البصرة لكنه رفض التحدث إلى الكاميرا، قال بأن الأمر يبدو أنه سيكون تسوية كما كان سابقا في صفقة القرن. طبعا الحديث هنا عن بهاء عبد الحسين الذي تم إطلاق سراحه وهو مدان بعدد من القضايا. يعني القانونيين هنا حقيقة يفسرون أكثر من تفسير، هذا هو التفسير الأول الذي ذكرته لك، وأيضا هنالك تفسيرات أخرى يعني تميل على أن هنالك من يحاول تسوية الأمر مع القضاء بتقديم أدلة جنائية جديدة تختلف عن الأدلة السابقة وتغيير يعني أقوال المتهمين في هذه القضايا، وبالتالي هنالك شركات تعمل على هذا الموضوع، وهذه الشركات طبعا تقودها محامية في بغداد وهي تحت أنظار الدولة، لكن لا نعرف لماذا لا تكون هنالك متابعة ومراقبة لهذه الشركات التي تحاول تغيير مسار التحقيقات في بعض القضايا التي تمس الفساد والقضايا التي هي فيها شأن مالي وقد يكون أيضا دولي لبعض المتهمين الذين غادروا العراق أو هربوا قبل أن يكونوا مدانين أو يتم القبض عليهم مسبقا. نعم، أيضا أنتقل لك أثير، أو عفوا مهدي غريب. مهدي، في البدء أسألك كيف هي أصداء الشارع في العاصمة بغداد بعد إطلاق سراح بهاء عبد الحسين مدير الكيكارد؟ تفضل. أهلا بك شهد وبالزميل أثير من البصرة. طبعا ربما هو امتعاض لم يقتصد على أو لم يقتصر فقط على بهاء عبد الحسين أو نور زهير أو علي غلام، الملف في العراق وخاصة ملف الفساد هو ملف شائك. نعم. والعراقيون والبغداديون على وجه التحديد يعني متذمرون من هذا الأمر التي تتخذه الحكومة العراقية والتي تتخذ الجهات المعنية يعني لإخراج هؤلاء المتهمين نتيجة قضايا فساد وكذلك نتيجة قضايا اختلاس وتلاعب بالمال العام، يخرجون بكل سهولة نتيجة هنالك أظهر سياسية يعني تستند على تلك الشخصيات ولا تريد الإطاحة بهم، لأن مجرد الإطاحة بهذه الشخصيات ربما قد تتم الإطاحة بالشخصيات التي تقف خلف ظهور هؤلاء الشخصيات التي يكون أو الذي يكونون مجرد وجه لأي مؤسسة أو لأي حكومة تكون هناك بها ملفات فساد. طبعا ملف الفساد شائك وكبير، هيئة النزاهة وكذلك أيضا الكثير من الشخصيات في مجلس النواب يعملون على كشف طلاسم الفساد في العراق من خلال فتح الملفات. ربما في الأسابيع القادمة ستكون هنالك جلسة استجوابات للكثير من الشخصيات السياسية أو الكثير من الشخصيات التي تولت مناصب حكومية في زمن الحكومات السابقة للإمساك بملف الفساد الذي ربما يعتبر هو الملف الأهم. بالإضافة يا شاهد، هنالك معلومة جدا هامة لوان نيوز، مجلس النواب قرأ أو ربما قرأ قراءة أولى لمشروع قانون استرداد ملفات الفساد. استرداد ملفات الفساد أي بمعنى الأموال التي كانت بحوزة الشخصيات والتي هربوها إلى الكثير من الدول حتى من زمن النظام السابق، يعني من زمن النظام السابق قبل عام 2003 ولحد هذه اللحظة، لاسترداد جميع الأموال من خلال إقرار هذا القانون.